سامي طرابلسي ديليغي جينيرال دو ليفينمون ارفيا وومن اووردز. التظاهرة هذه تظاهرت التميز النسائية، بالأساس هي كانت فكرة تخامرني منذ سنة 2014، والحقيقة ما كانش فما ظروف بتتر مواتية باش التظاهرة هذه معناها تلقى طريقها للإنجاز، إلى أن جاء في عام 2018 في مرة قابلت صديق لي اللي هو سي صادق العريبي اللي هو مؤسس الماركة التونسية أرفيا ناتور، اللي طرحت عليه الفكرة، واللي الحقيقة لقيت منه تحمس كبير برشا من أجل إنجاز التظاهرة هذه اللي معناها لي فالور اللي موجودين في التظاهرة هذه سا كوريسبون معناها في نسبة لا بأس بها مع لي مع أهم الأهداف اللي تبعثت من أجلهم أو بعث من أجلهم سي صادق البراند التونسية أرفيا ناتور. ثم انطلقنا الحقيقة من بعد. أنا كنت قبل لقائي بسي صادق كنت عديت معناها كان عندي مشروع وكان عندي تصور للتظاهرة كيفاش كانت باش تكون، واللي فيها 8 قطاعات معناها أو 8 كاتيجوري اللي هما الأداب والعلوم الإنسانية لاتر سيونس هومان، الريادة في الأعمال لونتربرونيا، الرياضة سبور، الموسيقى الموسيقى، الدراما التلفزية والسينمائية، الريشيرش البحث العلمي، الديجيتال تكنولوجي كل ما يهم البحث الرقمي، وأنشط ناشطة جمعيتية. الروبريك هذه اللي هي الحقيقة نعتقد اللي نحن نختص بها على اعتبار أنه تونس بعد 14 جان في شهادة تأسيس عدد لبس به من الجمعيات، واللي كانوا النساء هما أبرز معناها الباعثين فيهم، واللي كان عندهم دور ولا يزال في معناها مراقبة التحول الديمقراطي في تونس، وكذلك فرصة باش الناس يلقاو وين يعبروا عن آرائهم معناها بعيدا عن اللي ما يحبوش ينخرطوا في الأحزاب السياسية. في المقابل كان عندنا زاد كذلك لجنة تحكيم الحقيقة، واللي أنا نعتز بها جدا، وفي كل مرة نقول اللي هي باقة من أهم أنسات وسيدة تونس كل في اختصاصها، تترأسها السيدة الوزيرة سونيا مبارك وزيرة الثقافة السابقة، واللي هي حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية وتدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وكذلك بالمعهد العالي للموسيقى. فيها كذلك السيدة فدوى العذيري اللي هي دكتورة في الألسنيات والأداب العربية، أستاذة محاضرة في كلية الأداب بسوسة وتونس، وصاحبت معناها منشورات في اختصاصها معناها في تونس وخارج تونس. كذلك السيدة فاتن غطاس عزوز اللي هي كذلك نحن الناس يعرفوا اللي هي بطلة سابقة ومعناها سابقة في السباحة في اختصاصات، ومثلت تونس وشرفت تونس في عديد التظاهرات والمحافل الدولية. هي كذلك حاصلة على دكتوراه في البيوميكانيك، وهي أستاذ محاضر في المعهد العالي للرياضة بالقصر السعيد. نفس الشيء السيدة إيمان الرابح السافي اللي هي حاصلة على دكتوراه في البيوشيمي، وكذلك هي كانت من أول التونسيات اللي تحصلت على جائزة لوريال يونسكو في البحث. هي باحث في معهد باستور، وكذلك تدرس في المعهد العالي للبيوتكنولوجي في سيدي ثابت. كذلك السيدة سماح جراس اللي هي رئيس مركز المسيرين الشبان بنابل، ورئيس نادي ليونس حمامات نابل، وهي كذلك مدير عام لمجموعة من المؤسسات الاقتصادية في نابل. ليلى طرابلسي حاصلة على دكتوراه في الادمينستراسيون دافير،
وهي أخصائية في البحث الرقمي وكذلك ناشطة في الجمعياتية في اختصاصها بفرنسا. كذلك السيدة نهى العبيدي اللي هي أخصائية في الرسورس يومان ومختصة في مجالها الحقيقة، وهي نائبة رئيس جمعية تطوير الموارد البشرية، وهي من الكفاءة الشابة التي ينبأ لها بمستقبل الحقيقة مستقبل زاهر. نجلة الراجحي اللي هي متحصلة على الإجازة في القانون وهي مكونة ومتخرجة من معهد تونس للسياسة، بالإضافة إلى أنها مختصة في مواكبة النساء القادة. عزيزة بوسن اللي هي خبيرة دولية في الإتيكيت والبروتوكول، وهي عضوة بمجمع خبراء في اختصاصها، وهي أول من أسس مدرسة في السافوار فيفر والسيفيليتي في تونس. كذلك درصف حسني اللي هي مخرجة وكاتب سيناريو، لها زوز أعمال، عمل ديجا فيو وعمل اسمه المنحوس، وهي تدرس في مادة السينما، تدرسها في الجامعة المركزية بتونس، الجامعة الخاصة. كذلك قطاع الإعلام اللي فيه زوز فواصل، الإعلام السمعي والإعلام البصري، واللي تمثلوا في لجنة التحكيم السيدة نبيل عبيد اللي هي أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار ومنتجة بمؤسسة الإذاعة والتلفزة سابقا، وهي صحفية الآن بالإذاعة الوطنية. وأخيرا السيدة عايدة نياتي اللي هي دكتورة في العلوم الثقافية وأستاذة بالمعهد العالي للفنون بقفصة بجابس، تدرس مادة الموسيقى. نعتقد اللي الخبرات هذوما كانوا ولا يزالوا معناها يقدموا في الدعم للتظاهرة هذه من خلال معناها لونجاجمون نتاعهم وحرصهم على حضور عدد كبير من الاجتماعات لأول حاجة لبحث الأسماء اللي موجودة معناها المرشحات معناها في الاختصاصات، وكذلك يدلوا بدلهم حتى من ناحية التنظيم وغيره. التظاهرة هذه اللي هي تهدف بالأساس إلى ومعناها وضع الأضواء على المرأة التونسية اللي اليوم هي تعتبر قاطرة التحول الديمقراطي، وهي كذلك اليوم كل الأرقام الحقيقة تحيي بأنه مكانتها صحيح موجودة، ولكن هي تستحق تقدير أكثر من هك. اليوم نحن نشوفه من نسبة التمدرس، شوفوا نلقاو 54% من الفتيات و 46% من الذكور. نشوفوا مثلا في قطاع الصحة العمومية من أطباء الأسنان، المرفق العمومي للقضاء وغيره، من أساتذة التعليم الثانوي، المعلمين. لكن يبقى الإشكال أن المرأة وجودها في موقع القرار هو عدد قليل جدا، ورغم معناها التشريعات ورغم معناها المبادرات حتى من حيث القانون الانتخابي بأنه أقر التناصف الأفقي، إلا أنه ذلك لم يمنع أنه عدد المرأة ما كانش بالعدد المطلوب الذي كنا نأمل أن يكون. والتظاهر هذه جاءت بالأساس باش تأكد على الدور الريادي للمرأة، وعلى أنها هي اليوم عنصر فاعل في التحول الديمقراطي والتحول الاقتصادي بنفس الشيء، لأنه اليوم نشوف أن السيدات اللي يقع تكريمهم خارج تونس على مختلف اختصاصاتهم، تلاحظ بالأساس أنه المفروض كان التقدير هذايا تحظى به في بلدها قبل ما تحظى به خارج تونس. بالنسبة للسهرة،
السهرة هي باش تكون يوم 14 ديسمبر في نزل الراديسون بلو في الحمامات. السهرة هذه باش تتواصل على مدى ساعتين من الساعة 7 للساعة 9 ليلا. سيتخللها بالأكيد توزيع الجوائز على المتوجات، وكذلك بطبيعة الحال باش يكون فيها فواصل موسيقية حتى معناها لا حتى ما يحس حتى واحد معناها ب معناها ثقل سهرة أو غيره. ولي بلاتو ميوزيكال الموجودين دي بلاتو ميوزيكال الحقيقة من أحسن ما يكون، يأمنهم أهم معناها أسماء موسيقية في تونس.